السلام عليكم موعد وتوقيت مباراة المنتخب المغربي للفوتسال ومنتخب باكستان للفوتسال استعدادا لكأس أمم أفريقيا وكأس العالم للفوتسال 2024 والقنوات الناقلة لهذه المباراة يحتل المنتخب المغربي للفوتسال المركز الثامن في ترتيب التصنيف العالمي لكرة القدم داخل الصالات ويحتل منتخب أوزباكستان المركز الخامس والعشرون وسيقابل المنتخب المغربي منتخب أوزباكستان في مباراة دولية ودية استعدادا للاستحقاقات المقبلة يوم الاثنين القادم 18 ديسمبر 2023 بأوزباكستان في حدود الساعة الثانية زوالا بتوقيت المغرب الثالثة زوالا بتوقيت مصر الرابعة مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله ومن المرتقب نقل مباراة المغرب وأوزبكستان على قناة الرياضية المغربية